15 شهرا من أشغال إعادة تهيئة مركب تنس حي السلام بوهران. ها هو الآن أصبح جاهزا لاستقبال أبطال كرة المضرب خلال دورة الألعاب المتوسطية صائفة العام المقبل. لي تيران راهم 70 سنتيمتر هودنا لتحت دي كوش دو دريناج وكل شيء. سي لا فري ريابيليتاسيون اللي درناها هاد الخطره قبل ما نديروا لا ريابيليتاسيون اللي كون نتي با دون لي فورما فاهم. بصح اليوم رانا 12 كور 11 ملعبا اضافه الى الملعب الرئيسي الذي يتسع الى 500 متفرج يعد مطابقا للمواصفات ومقاييس اللجنة الدولية. دون كاي تشارج دي جو ميديترانيان يفو يكون ان سنترال دو 500 بلاص وسمينا عليه لو سنترال هذا على مزداد الحسين اللي كان ان اونسيان جوار وفورما من وقت 62 هو في ليكيب 63 هو في ليكيب ناسيونال وفورما بزاف عده لاعبين على المستوى الدولي. ويرتقب استلام مركب التنس في شهر جوان القادم. المركب الذي أنشئ سنة 1934 يصنف ضمن أحد المنشآت الرياضية العريقة بغرب البلاد.